صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن القمة الخليجية المرتقب انعقادها في الرياض الشهر المقبل ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الجار الله إلى تفاؤله من أن تشهد القمة مستوى تمثيل رفيع ويليق بتجربة مجلس التعاون على حد تعبيره. وكانت الكويت قد شهدت آخر قمة خليجية أواخر العام الماضي في ذروة الأزمة الخليجية. قمة خليجية تبعث على تفاؤل، هكذا وصفها نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في جوابه على سؤال حول القمة المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض في شهر ديسمبر المقبل. القمة الخليجية القادمة ستعقد بالرياض إن شاء الله، وإن شاء الله سيحضرها كل دول الخليج. ومرة أخرى هذه الحقيقة تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي الذي طال أمده. ولم يعرف مستوى التمثيل في قمة الرياض المرتقبة. أنا متفائل ومتوقع أن يكون مستوى التمثيل مستوى عالي يليق الحقيقة بتجربة مجلس التعاون، ويجسد حرص قادة دول مجلس التعاون على الحفاظ على هذه التجربة الرائدة. الكويت التي بذلت جهودا لحل الأزمة الخليجية من خلال نشاط أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتطلع اليوم إلى قمة الرياض لإرساء أسس حل الخلافات الخليجية ووضع حد للأزمة التي بدأت منتصف عام 2017 والسعي لمواصلة آليات العمل الخليجية. إذ تأمل الكويت في أن تحقق القمة الخليجية المقبلة ما لم تحققه قمة الكويت التي عقدت في ديسمبر العام الماضي، وتعقد هذه القمة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة سواء على مستوى الخليج أو الشرق الأوسط، حيث الحاجة لرأب الصدع وإنهاء الأزمة الخليجية ووضع حد للصراع في اليمن وملفات ساخنة أخرى تؤثر على الوضع العربي بشكل عام كالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما وصلت إليه الحرب في سوريا. لكن يبقى السؤال الأهم هنا، إلى أي مدى يمكن أن يصل التفاؤل الكويتي في ظل شواهد سبقت هذه النظرة المتفائلة، ليس أقلها عدم انعقاد القمة الخليجية الأمريكية مرارا. انضم الينا من الكويت الدكتور فهد المقراد استاذ العلوم السياسيه، اهلا بك معنا دكتور. اذا تبدي الكويت تفاؤلها بهذه القمه، ما اسباب هذا التفاؤل وما الذي ستختلف به القمه عن قمم سابقه؟ نعم، هو لا شك انه يعني كما أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله من أن القمة سوف تعقد في شهر ديسمبر القادم، وكل رؤساء ملوك وأمراء الخليج سوف يحضرون هذه القمة، نابعة من التفاؤل الموجود بالكويت ومبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي بادر منذ بداية الأزمة على محاولة رأب الصدع الخليجي. لذلك الأمال تعقد نعم في الكويت بأن تكون هذه القمة هي قمة القمم، ولكن ما مدى قدرة هذه القمة تصحيح الأخطاء التي وقعت؟ ما مدى قدرة هذه القمة على احتواء الأزمة الخليجية؟ هو لا شك أنه يعني التحديات الكبيرة في حول مجلس التعاون الخليجي سواء الحرب في اليمن، الأوضاع في سوريا، في العراق، الوضع الآن في إيران بعد المقاطعة الدولية للاقتصاد الإيراني من النفط والغاز، كل ذلك يلقي بظلاله على الأمن القومي الخليجي. لذلك أصبح الأمن القومي الخليجي مهدد من كثير من الأطراف، ولا بد من مواجهة
هذه التكتلات التي تحصل في المنطقة. طيب دكتور فهد، ضرورة مواجهتها، لذلك الكويت هي صاحبة المبادرة وبالتالي تحاول رأب الصدع. دكتور فهد، يعني هل الظروف التي تمر بها السعودية ومحاولتها إصلاح الضرر الذي لحق يعني بموقفها العالمي وأيضا سمعتها، هل باعتقادك سمعتها طبعا من جراء حرب اليمن وقضية اغتيال خاشقجي، هل باعتقادك أن كل هذه الظروف ربما تجبر السعودية على إنهاء الأزمة الخليجية؟ أعتقد الأزمة الإنسانية في اليمن عامل رئيسي وأساسي في هذه القضية، وبالتالي الأمن القومي الخليجي يشكل منعطف خطير، ما يهدد الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية هو تهديد الأمن القومي، سواء للإمارات، لقطر، للكويت، لكل هذه الدول المجتمعة. لذلك نحن في الكويت كمبادرة لصاحب السمو الأمير في دولة الكويت أعطت هذه الأولوية، بل وسعت إلى التوفيق، واستعدت الكويت أيضا بأن تقوم بإيصال الوفد الحوثي إلى السويد في حالة موافقة الحوثيين، وكما نعلم أن تمت موافقة الطرفين، الحكومة الشرعية في اليمن وأيضا الحوثيين. ومن ثم الكويت دأبت دائما في أن تحاول إيجاد الحلول لإيجاد مخرج. طيب دكتور فهد، لذلك يعني أعود إليك بهذه الفكرة، هناك من يقول الحوثي، هناك من يقول إن الظروف التي تمر بها السعودية وكما قلت لك يعني محاولتها إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها من جراء حرب اليمن وأيضا في قضية اغتيال جمال خاشقجي، ربما يجعلها الآن يعني مستعدة لإنهاء الأزمة الخليجية، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ أنا باعتقادي لابد يعني من أن يكون هناك تصحيح لمسارات السياسات الخليجية، سواء في المستوى السياسي، في المستوى الإعلامي، في كافة المستويات. الآن الأخطاء التي وقعت في دول مجلس التعاون وشكلت صدع وأرق لدول مجلس التعاون الخليجي بل وللشعوب الخليجية، آن الأوان لضرورة أنه تقوم بنية مجلس التعاون الخليجي من خلال الحرص على الأمن القومي والاستراتيجي في المنطقة، وبالتالي يكون هناك التعاون فيما بين دول مجلس الخليج، وتوحيد السياسة الإعلامية والخارجية والدفاعية، حتى تكون منظومة مجلس التعاون الخليجي منظومة موحدة، ويتم التعامل ما بين هذه الدول، لأن كل الدول هي عمق استراتيجي، قطر عمق استراتيجي لمجلس التعاون الخليجي، الكويت أيضا، السعودية، الإمارات، عمان، البحرين، كل هذه بعد استراتيجي وقومي. فلا بد من تصحيح كثير من المسارات الخاطئة التي قد وقعت. دكتور فهد، يعني هل تعتقد أن يعني هناك رغبة من واشنطن في إنهاء الأزمة الخليجية، وبالتالي ما إن تزول هذه الضغوط الدولية والضغوط الأمريكية على إنهاء الأزمة ربما يعود كل شيء إلى وضعه الحالي المتأزم؟ أنا بعتقد يعني عندما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إنهاء الحرب خلال الشهر كانت جادة في هذا الوضع، وأيدتها الدول الأوروبية، بل أن الدول الأوروبية أخذت طريقا آخر بأنه إن لم تقف الحرب في اليمن فسوف تتخذ مواقف صارمة وقوية في داخل الأمم المتحدة، وقد يتم استخدام البند الخامس السابع عفوا في قرارات الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي بمعاقبة من يحيد عن الحل أو من لا يقبل الحل السلمي في اليمن، وبالتالي إذا تم استخدام البند السابع وهو فرض القوة لإيجاد السلام في اليمن، وبالتالي تكون الأمم المتحدة قد مارست دورها الطبيعي في فرض الهيمنة والحل على الجهة التي لا تريد السلام في اليمن. دكتور فهد، هل من الوارد فشل القمة وأن لا يكون هناك يعني نسبة التمثيل فيها عالية كما حصل في القمة السابقة؟ باختصار أرجوك.
أنا أتفق مع ما تحدث به وكيل وزارة الخارجية الأستاذ خالد الجار الله من أن القمة سوف تكون على مستوى عالي جدا لحل كثير من القضايا المهمة. شكرا لك. وقد انتهى الوقت للأسف ولكن وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور فهد المقراد أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الكويت، شكرا لك.